موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. كل ما يمكن أن يكون يعني ممارسة سياسية صحيحة وممارسة ديمقراطية صحيحة. أنا أعتقد أنه ما حدث اليوم يعني انحراف خطير يعني ليس فقط يعني بالمشهد الإعلامي في تونس وإنما أيضا بالمسار الديمقراطي. فأعتقد أنه اليوم اللي صار في قناة نسمة يعني ناقوس خطر كبير حول حرية الإعلام، حول يعني حرية الكلمة، حول يعني حق التوانسة في اختيار يعني الفضاء الإعلامي أو الوسيلة الإعلامية اللي من خلالها يأخذوا الخبر ويعتقدوا أنها القناة الأقرب. أنا أعتقد أن اليوم زاد يعني هذه العملية يعني الغريبة يعني والعجيبة يعني خلت أحالت يعني مئات الإعلاميين والعمال في قناة نسمة على يعني البطالة القصرية دون أي مراعاة للظروف العائلية للعاملين. أنا أعتقد أنه خيارات غلطة وخيارات خاطئة. اللي عنده حسابات مع مسؤولين في القناة أو مع صاحب القناة أعتقد أن القضاء يعني هو الكفيل بحل هذه الإشكاليات. ولا أعتقد أنه يعني اليوم الإعلاميين والعاملين في هذه القناة يعني يدفعون ضريبة. أعتقد أنه صراع انتخابي وصراع على علاقة له يعني بي ما يروج أنه أسباب لإيقاف أو لإغلاق القناة. يعني القناة هذه المصوغات منذ 2018. السؤال المطروح لماذا لم تفعل هذه القرارات يعني من قبل ولماذا تأتي في هذا الظرف بالذات؟ أعتقد أنه الحملة الانتخابية بدأت بداية خاطئة وستكون على حساب العمال وستكون على حساب الإعلاميين وستكون على حساب مشهد إعلامي. وأعتقد أنه بدأ الخطر يهدد العملية الانتخابية برمتها ويهدد المسار الديمقراطي برمته ويهدد يعني ما المكسب الوحيد وهو حرية التعبير في تونس. اسكندر علواني صحفي بقناة نسمة. اليوم تقريبا نصف النهار اقتحمت تقريبا 30 أو 35 سيارة وباقة مقر قناة نسمة وقاموا بإتلاف الأسلاك وكل البث المباشر اللي نعرفه بقناة نسمة بوثقة مباشرة من 8 تاع الصباح لل 8 تاع الليل. الأسباب أنه أنا هيك هي أصدرت أو أخذت قرار قضائي بإيقاف البث
نحن ما نعلموا به حتى شيء هذا، فما رعنا الى هتك الاعراض واقتحام المقر. بالطبيعه صارت كونفرونتاسيون، الموظفين وكذلك الاعوان وكل الموجودين في قناه نسمه حاولوا يستبصروا، حاولوا يصدوا هالهجمه اللي ما نعرفوش عليها شنو هي مبررها وشنو هي خلفيتنا، وقاموا باتلاف كل الاجهزه تقريبا اللي تسمح بالبث. وانت تعرف الاجهزه هذه قديش تكلف على مؤسسات الاعلاميه وقديش باش نوصلوا ونخليوها يعني نجيبوها باثمان باهظه. الاشكاليه اللي اليوم اصبحت واضحه، المعركه معركه حريات، المعركه معركه اعلام، المعركه معركه اثبات الوجود. مانيش باش نحطوا اصبعنا يعني باش نخبيوها، نعرفوا شكون وراء هذه التحركات. الهيكله ما هي الا اليه لتنفيذ سياسات الناس عندها طموحات للحكم، احكموا. لكن نسمه باش تبقى ظاهره، باش تبقى حره، باش تبقى مؤسسه قائمه الذات، تنقد وقتها لازم تنقد، تشكر وقتها لازم تشكر، وهي فوق كل الشبهات. ماكم عملتوا مؤسسات اخرى، برو احكموا، برو اعملوا اللي تحبوا، لكن هذه مؤسسه قريبه من المواطن، مؤسسه ماشيه للعمق الجهات، باش نحافظوا على النهج هذا. بالنسبه لنا احنا انا ديما نعطي امل، راهي نسمه قائمه الذات وظاهره، ظاهره لانها دخلت المخاخ وعقول الناس، مش بقرارات كما هكا باش توقف نسمه، والايام بيننا.